تنواجهو القلق وتنعانيو منه من الولادة ديالنا وتبقى ملازمنا طول حياتنا. تنعتبروه ظاهرة عادية طبيعية وضرورية، بما أنه تيشجعنا على التكيف مع المحيط اللي داير بينا وعلى التوجه في حياتنا وفي القرارات اللي تنتخذو فيها. تساعدنا باش نقومو بالترقب والتوقع ديال المواقف اللي غادي تهدد السلامة الجسدية أو النفسية ديالنا. فرانسواز دولتو بيدياتر وبسيكاناليست تتفسر أن القلق تيجي مع أول كذبة كتبها الطفل في حياته واللي دغيا تتعيق بها الأم ديالو، ثم من الضغوطات والصراعات والنزاعات اللي هي قدر مشترك بين جميع الأطفال والمراهقين اللي تيكون خاصهم يواجهوا الرغبات ديالهم، وفي نفس الوقت كل ديك الممنوعات والمحظورات الأسرية الاجتماعية والتعليمية الأخلاقية والجنسية. الأستاذ والكاتب بول بريغيليت يقول تعلم تعني ابتلاع الإدلال والهزيمة والإهانات، هو نتيجة ديال عدد لا يحصى من الصدمات والجراح اللي تم التغلب عليها، بالإضافة لأننا نعيش في واحد العصر اللي فيه القلق تمثل أساس الحياة اليومية، جورنالات، تلفازة، ريزو سوسيو، كل نهار كاين شي حاجة اللي تتعزز القلق ديال الأفراد وتتهيج عندهم الإحساس بالخوف، الانفجار الديموغرافي، المناخ، الكوارث الطبيعية، الفقر، المجاعة، الإرهاب، الإجرام، الحرب، كورونا، كيفاش الإنسان ما غاديش يكون قلق؟ كما أن الحياة تتكون غالبا محبطة فاش نكونو تنتسناو الأشياء. بالنسبة لفرويد القلق مرتبط مباشرة بالتمني والانتظار، ما كاينش أمل بدون خوف تيقول سبينوزا، ولا خوف بدون أمل. تنأملو وتنتمناو ديكشي اللي ما عارفينوش واش غيوقع ولا لا، ديكشي اللي ما تيعتمدش علينا. كيفاش غنقدو إذا نبقاو بدون خوف؟ اللي مهم ماشي هو التواجد ديال الخوف او النوعيه والكميه ديالو في الحياه، بل القدره ديال الان على التحكم في هذا الخوف اثناء العيش في هذا العالم اللي هو ماشي حضانه كما تيقول فرويد. وإبيكور حتى هو تيأكد ان الحياه تعني التواجد في واحد المدينه بدون اسوار. الخوف تيشكل جزء لا يتجزأ من حياتنا، هو وظيفه حيويه وميزه انتقائيه بديهيه عند الانسان اللي تتعزز المعاني للاشياء وتتسمح بصنع وتحريك الاليات النفسيه ديال الدفاع وتزيد من الانتاجيه ديال الفرد ومن الفعاليه في الانشطه اللي تقوم بها. كيفاش غيكون الفن او الافكار بدون خوف، اللي هو مجرد رد فعل طبيعي على واحد الموقف مرئي واضح او على واحد الحدث مقبول او غير مقبول، على واحد الرغبه ممكنه او غير ممكنه، على واحد الشيء ممنوع او مطلوب الى اخره. ولكن كل هاد المواقف المتضاربه والمتناقضه اللي تتكون مسؤوله على القلق والهموم والمخاوف في حياتنا اليوميه تتم التعامل معها بشكل عادي من قبل واحد الشخص اللي كبر في جو عاطفي متناغم، ولكن هذاك اللي ما كبرش في جو متوازن عاطفيا تعاني من القلق بواحد الطريقه مرضيه والحياه اليوميه ديالو تتكون كلها عذاب. وقبل ما نقوم بالتحديد ديال هاد القلق اللي ماشي طبيعي، نشوفوا بعد الفرق اللي كاين بين القلق والخوف والرهاب، لان هادو مفردات اللي تستعملوا باستمرار وتثيروا اسئله بحال واش كاين شي فرق بيناتهم واش غنكونوا استعملناهم في المكان المناسب الى اخره. في الواقع هاد التفاصيل ما عندها حتى شي اهميه، لان اللغه والكلمات ما عندهمش واحد المعرفه حقيقيه بحال هذيك ديال الجسم. شي واحد اللي تيخاف من الكلاب مثلا وتيتلقى شي كلب في الطريق ديالو ما تيكونش حاس بالخوف وماشي بالقلق. كذلك الطفل اللي تيخاف من الظلام مناش تيكون خايف بالضبط، من واحد الحاجه محدده وواقعيه او من واحد الحاجه اللي هي خياليه، من اللصوص مثلا او من الموت. واش الطبيعه ديال هاد الخوف غتبدل الا عطيناها مثلا تسميه ديال قلق او رهاب؟ هادو تيبقاو غير كلمات وتسميات ودرجات ديال نفس الشيء، والمتخصصين في هذا المجال تيكونوا محتاجين لهاد التسميات وهاد الفئات في الدراسات والابحاث ديالهم. ولكن الخوف او القلق ما تيكونش نهائيا محتاج لواحد التصنيف او لواحد السبب مرئي وحقيقي باش يخلي التاثير ديالو على النفسيه والشخصيه وحتى القرارات ديال الانسان. كونتيس بونفيل تيقول انه فاش نتمشاو بالليل في الغابه وتنتابنا الشعور بالخوف او القلق، مناش تنخافو بالضبط في ديك اللحظه، من انه كاينه شي حاجه او شي حد في الغابه، او تنخافو من كوننا بوحدنا في ديك الغابه. تقريبا حتى نهاية القرن 18 الأسلاف ديالنا كانوا تيعيشوا تيواجهوا مخاطر حقيقية، والمخاوف ديالهم حتى هي كانت مرئية وشرعية وعندها واحد المضمون حقيقي. كانوا تيواجهوا مثلا خطر المجاعات، الموت أثناء السفر، الأمراض، خطر التعرض لهجمات من طرف قبائل أخرى إلى آخره. على حسب المؤرخين القلق والخوف بدون سبب مرئي وحقيقي غادي يبان فاش نخافض الوجود ديال الخوف الحقيقي. ناخذ المثال ديال الجنود اثناء الحرب، معروف ان الحرب تتقلل من وجود القلق، واخا فاش تسالي والجندي ترجع بحاله يقدر يعاني من القلق بسبب الاحداث ديال ديك الحرب بواحد الطريقه مرضيه، ولكن خلالها القلق تيكون تقريبا منعدم لانه تيتعوض بالخوف من واحد الخطر مرئي وحقيقي.
القلق هو على الأرجح ثمن لتندفعوه مقابل الأمن والسلام. وحتى على حسب الطب النفسي، هذا القلق هو حالة نفسية ما عندهاش مضمون أو سبب واضح مرئي وشرعي. الخوف ما غيكون طبيعي إلا لتلقوا هاد جوج ديال الشروط، أي يكون سبب مرئي وشرعي. في الحالة ديال القلق الرهابي مثلا، تيكون واحد المضمون مرئي ولكن غير شرعي، بحال مثلا الشخص اللي تيخاف أو تترعب بمجرد رؤية شي أداة حادة بحال المقص أو السكين إلى آخره، تيكون مرعوب من واحد شيء مرئي ولكنه غير شرعي وبالتالي غير طبيعي، بما أنه تيكون غير تتوهم واحد الخطر اللي ما كاينش في الواقع. والأطباء النفسيين تميزوا بين جوج حالات مرضية ديال هاد القلق. في الحالة الأولى الشخص يكون تواجه نوبات ديال الهلع، وفي الحالة الثانية الشخص يعاني من واحد الحالة دائمة ديال القلق اللي فاش تبقى مستمرة تتسبب في نوبات الهلع وفي النشوء ديال اضطرابات نفسية جديدة أخرى. فهاد الحالة ديال القلق الدائم، فرويد تفسر أن الشخص يكون دائما تتوقع الأسوأ وتنتظر الأحداث والأشياء. هاد الحالة تتسمى دابا في الطب النفسي اضطراب القلق العام أو المعمم. الشخص اللي تمر من هاد الحالة تميل أنه يشوف كل شيء كحل، تعاني من تقلبات في المزاج دياله، تلقى أغلبية الأحيان صعوبة باش ينعس وتجيه كوابيس باستمرار وتضربوا الفيقة بخصوص مع ديك الجوج الليل أو الربعة ديال الصباح وما تعاودش يديه النعاس. تمكن يعاني كذلك من بعض المشاكل الجنسية بحال انخفاض أو انعدام الرغبة، البرود الجنسي بالنسبة للنساء أو سرعة القذف عند الرجال، ويقدر يؤدي بهم الأمر حتى للعجز الجنسي. يقدر كذلك يعاني حتى من بعض المشاكل في التركيز وفي الذاكرة، ويعاني كذلك من الشعور بالتعب والإرهاق بلا ما يقوم بواحد المجهود كبير، بالإضافة للعصبية إلى آخره. أما بالنسبة لنوبات الهلع، الشخص يكون حاس بواحد التهديد وتفقد الإحساس بالأمان، تشعر بواحد الخطر وشيك وقريب اللي ما غاديش يقدر يتجنبه أو يتغلب عليه، وبالخصوص الخطر المؤكد ديال الموت. فاش الانسان تيعيش هاد النوبات تتبان عنده بعض الاعراض الجسديه بحال مثلا الخفقان السريع ديال القلب او عدم انتظام الطاقات ديالو، الام في الصدر، مشاكل في التنفس او على مستوى الجهاز الهضمي، الام في البطن، بالاضافه لمجموعه من الاضطرابات اللي تتعلق بالمسالك البوليه وبعض المظاهر اللي تتكون حسيه بحال صفار في الودنين، الام ديال الراس، تعرق بكثره الى اخره. عموما الجسم تيكون غالبا موضوع الاهتمام الرئيسي ديال الانسان القلق، وبالخصوص فاش تيكون تعيش النوبات ديال الهلع، لان ديك المشاكل الصحيه والذبحات الصدريه الى اخره تتبتلو انه على حق. ومن غير هاد الاعراض الجسديه الشخص يعرف كذلك واحد التغير حتى في السلوك ديالو، مثلا تيبقى ساهي ومبلوكي بحال الجماد، او تيبقى غير غادي وتتجول بلا ما تكون عنده واحد الوجهه محدده، تيكون دائما متخوف ومرعوب من النوبه ديال الهلع المقبله اللي غتجيه، وبعض الاحيان تحس أنه تخرج على الذات دياله، تكون مندفع بعض الأحيان أو متهرب متجنب ومنطوي على نفسه. هاد النوبات تدوم بضع دقائق وتتوصل في الحالات الحادة حتى لبضع ساعات. وإلا كنتين بين هاد الأشخاص اللي تعانيوا من هاد النوبات ديال الهلع، فاش كنت تعيش ديك اللحظة حاول ما تبقاش تسأل أسئلة بحال علاش وقع لي هكا، علاش أنا ماشي الآخرين، شنو هو السبب إلى آخره، لأنه بهاد الطريقة داك الهلع غير ما غيزيد يكبر، بما أنه ما تتلقاش أجوبة مقنعة وأكيدة للأسئلة ديالك واخا دوز ساعات ديال التفكير، لأن القلق كما شفنا ما تيكونش عنده واحد السبب واضح مباشر وشرعي، وفاش تتسأل على السبب ديالو تتكون بحال تتقلب على برا وسط من كومة هائلة ديال القش اللي غادي يكون مفيد أكثر في ديك اللحظة هو تفكر كيفاش تخلص أو على الأقل تنقص من داك القلق. وباش تنجح في هذا الأمر خاصك ما تقاومش النوبة ديال الهلع بأي طريقة فاش تجيك، حاول تبقى مفكر أنها بكل بساطة مجرد نوبة ديال الهلع اللي غتمشي في كل الأحوال، بحال الشكل ديال الشخص اللي تيكون تيعوم في البحر وتيديه التيار، فاش هاد الشخص يحاول يعوم ضد التيار تيعيا دغيا وتيغرق في نهاية المطاف، ولكن الشخص اللي تيمشي مع التيار شحال ما بعدو على اليابسة غادي يلقى من بعد شي وسيلة باش ينقذ حياته. نفس الشيء بالنسبة للهلع، شحال ما الإنسان ركز على العواطف ديالو وما حاولش يقوم بالمحاربة والمقاومة ديالها شحال ما غادي يتقبلها في نهاية المطاف وغيولي قادر أنه يتحكم فيها. في البداية كانت عند فرويد واحد النظرية فيزيولوجية لتتأكد أن السبب ديال القلق الغير الطبيعي يمكن يكون جنسي بسبب النقص أو الامتناع أو الإحباط مثلا، يقدر كذلك يكون وراثي أو بسبب واحد المرض مزمن اللي تيحسس الإنسان بأنه يقدر يفقد حياته في أي لحظة، ويقدر كذلك يكون غير نتيجة ديال الإجهاد الزائد على الحد في العمل أو في الدراسة.
من بعد غيزيد يتعمق وغيستوعب الآليات اللي تتهيج القلق والخوف النفسي وغيفسرها من خلال النظرية ديال الدوافع اللي فيها تميز بين الدافع ديال الحياة والدافع ديال الموت والعدوانية اللي كاين الداخل ديال كل إنسان، وكذلك فاش هضر على الهو اللي هو الخزان ديال الدوافع والرغبات، لأن الأعلى الخزان ديال كل ديك الممنوعات الاجتماعية اللي تتسكن في الأعماق ديالنا من الطفولة، والأنا اللي تتحاول تقوم بالتكيف مع الواقع والتنسيق ديال العمليات والأنشطة الذهنية. ثم غادي يوضح انه تيكون عندنا واحد القلق اوتوماتيكي مرتبط بواحد الموقف صادم واولي في المرحله اللي فيها الطفل خاصو يستقل على الاباء ديالو من بعد ما كان مندمج حميميا معهم، وتيكون خاصهم يصهروا على هذا الانفصال وهذا التحرر بواحد الطريقه وديه مثاليه ومتوازنه عاطفيا. ولو وقع شي خلل في هذه العمليه مستقبلا جميع المواقف اللي غادي تكون فيها اشاره مشابهه لهذه التجربه الاوليه ديال الانفصال غتقوم بالاثاره ديال الخوف والقلق، بحال مثلا فقدان العمل او صديق او جزء من الجسد الى اخره. هاد المواقف تتأدي لواحد الصراع داخلي، تنشأ واحد الرغبه قديمه ما بقاش تتلائم وتتوافق مع الانا الحاليه ديال دابا. القلق تنتج كذلك بالنسبه لفرويد من مجموعه ديال المشاكل والصراعات اللي تعيش الواحد اثناء التجارب ديال الطفوله المبكره ديالو، فاش تواجه كثره القيود التعليميه والتربويه اللي تتخنقوا بالقوانين وبالممنوعات وتتحاول تروضوا باش يكون عنده واحد السلوك اجتماعي من اجل التكيف والتاقلم مع المجتمع الحضاري. ولكن بعض الاحيان الطفل ما تلقاش حل لديك الصراعات اللي تواجه وما تقدرش يتحرر من القلق البدائي والاوتوماتيكي ديالو بسبب الجو العاطفي في المنزل اللي ما كانش متناغم، او فاش تكون الصراعات مع الاباء متكرره ومؤلمه وما تتمش الاصلاح ديالها. الطفل بهالطريقه تيقمعها وتكبتها في اللاوعي ديالو وتخبيها في واحد البلاصه بعيده في الذاكره هي والشحنه العاطفيه ديالها. هذه هي المرحله اللي فيها تتم تثبيت ديال الصراعات الداخليه عند الشخص اللي تيعاني من القلق بالنسبه لفرويد. هاد الصراعات كلها تتسجل والدماغ تيستوعب الخطر وتعبر عليه من خلال الخوف والقلق وتخزن كل ديك الاحداث في الذاكره ديالو، وهاد العمليه تنتجوا عليها نقاط ديال الضعف وهشاشه فيزيولوجيه ونفسيه حقيقيه اللي تدير واحد القلق تبقى كامن في النظام العصبي ديال الشخص. ولكن هاد الشخص ما تيكونش تخلص فعلا من ديك الصراعات لانه تيتفكرها بمجرد المواجهه ديال صعوبات التجارب الوجوديه ديال الحياه. هنا تتعمل واحد الاليه نفسيه ديال التراجع اللي فرويد توضحها من خلال المثال ديال الجيش اللي تيواجه صعوبه اثناء الحرب وتتراجع للمكان ديال الاحتياط. فاش الانسان تيواجه المشاكل الوجوديه ديال الحياه تيواجه معها حتى الدوافع والرغبات القديمه ديالو اللي ما تمش التجاوز والارضاء ديالها واللي تدخل في صراع وفي حرب مع الانا الحاليه ديالو ومع الممنوعات الاجتماعيه اللي ما تتقبلهاش نهائيا، وكنتيجه القلق تيهيمن على الوعي ديالو بدون سبب واضح ومرئي. وهاد الحالة ديال القلق يا إما تتبقى مستمرة يا إما تتم اللجوء للآليات ديال الدفاع أثناء التثبيت في ديك اللحظة ديال التراجع قدام الخطر. الآلية ديال الدفاع الأولى اللي تلجأ لها الشخص هي فاش تحول ديك القلق ديالو وتسلطو على واحد الموقف أو حجة أو شيء معين. هاد الحالة تتسمى العصاب الرهابي. الشخص تيهيمن عليه القلق والخوف فاش تيبغي مثلا يدوز من شي طريق أو فاش تيبغي يستخدم لاسونسور أو فاش تيقوم باللمح ديال شي أداة حادة بحال مقص أو سكين إلى آخره. المهم أي شيء أو موقف اللي غادي يقدر يتم التجنب ديالو وغيمكن الحماية ديال الذات منه. آلية الدفاع الثانية تتكون الداخل ديال العقل، بحيث أن الشخص تيوجه القلق وتحوله الهوس والهواجس وأفكار سحرية وخيالية وتتبع لها غالبا بعض الطقوس لتظن أنها تقوم بالحماية دياله. هذه الحالة تتسمى اضطراب الوسواس القهري. آلية الدفاع الثالثة هي فاش تنقل القلق للجسم دياله، تتسمى العصاب الهستيري، وهذا الشيء تيبان على شكل إغماء، نوبات عصبية. الشخص ما تيبقاش قادر يوقف على رجليه أو تتعرض لشلل أو عمى أو صمم زائف إلى آخره. الآلية ديال الدفاع الرابعة اللي تلجأ لها الشخص هي فاش تتم القمع ديال التعبير الهستيري اللي تعتبر مزعج في المجتمعات والثقافة السائدة في هذا العصر اللي تنعيشو فيه. الشخص اللي تلجأ لهذه الآلية تولي يعاني كنتيجة من اضطرابات وظيفية اللي تقدر تأثر على جميع الأعضاء. يقدر يمرض بالقلب مثلا أو بارتفاع ضغط الدم، يقدر يولي عنده مشكل في الجهاز التنفسي أو الهضمي، يقدر يتصاب بالتهاب المفاصل أو بفرط نشاط الغدة الدرقية أو داء السكري أو صداع نصفي إلى آخره.
كاينين مجموعه من الاليات الاخرى ديال الدفاع اللي تلجأ لها الانسان باش يوجه القلق ديالو، بحال مثلا الاكتئاب المزاجي او توهم الهذيان الى اخره. وفي الحاله اللي ما تتمش اللجوء لشي اليه معينه، الشخص يبقى يعاني من الحاله المعممه ديال القلق. القلق هو اكثر شعور مشترك بين الافراد، كل شيء تعاني من المشاكل ديال الخدمه وصعوبات في الحياه العاطفيه، الضغط ديال الاباء والابناء الى اخره. ولكن الامر تيولي مرضي وغير طبيعي فاش ما تبقاش الواحد قادر ينفصل على المشاكل والهموم ديالو باش ينعم بواحد شويه ديال الراحه. هاد الشخص يكون وكانه ميت نفسيا، لانه ما تعيش نهائيا العفويه والتفاهه ديال الحياه. واغلبيه الاحيان تيكون صعيب على الانسان يعترف بانه ضحيه ديال القلق. اغلبيه ديال الاشخاص اللي تعانيو منه ما تيكونوش واعيين به وتيكونوا تعتبروه ضعف. كنتيجه كلشي تيهضر على ستريس ديال الحياه والقلق والاضطرابات ديال الاخرين، ولكن نادرا فاش الواحد يسلط الضوء على القلق والمخاوف ديالو. لهذا اغلبيه الاحيان المقربين هما اللي تيكون خاصهم ينتبهوا للتغيرات السلوكيه والنفسيه اللي تيكون تعيش الشخص، بحال التقلبات المزاجيه والمفاجئه، قله الحماس، فقدان التحكم في النفس في المدرسه او في الخدمه الى اخره. وإلا كان الشخص واعي بالقلق ديالو فهذه هي أول وأهم خطوة في المسار العلاجي ديالو، لأن هذا الوعي هو اللي غيشجعه باش يتحرك ويقلب على حلول من أجل التخلص والتحرر من الهيمنة والقيود ديالو. ومن بين هذه الحلول اللي يقدر يتوجه لها مثلا التحليل النفسي اللي غيخليه يخدم على الماضي والحاضر ديالو باش يحدد المشاكل اللي تتهيج القلق الكامن في اللاوعي ديالو، بحال مثلا واحد الجنازة يلاه دازت او مشكلة في العمل الى اخره. خاصو يهضر على الاحداث والصراعات الحالية ويستوعب انها هي اللي تتحفز داك القلق اللي عنده، ثم يركز على الماضي، على كل ديك الصدمات اللي تعرض لها فاش كان صغير، لان بعض الاحيان واحد العذاب ديال الضمير بسيط اللي تيكون ساكن لداخل ديال الطفل بسبب افكار او كلام اللي حسوه مثلا انه سبب ديال مشاكل معينه، او مجرد الاحساس بانه غير مرغوب فيه مثلا الى اخره، تتسبب له في واحد القلق رهيب فاش تيولي بالغ في العمر. عموما ما كاينش طريقه واحده خاصه من اجل التخلص من القلق. البعض تفضل انه يلجأ للتحليل النفسي وعلاجات سلوكيه، بينما البعض تميل للتامل والعلاجات الطبيعيه والتقليديه. التنفس حتى هو طريقه فعاله من اجل التخفيف من الحده ديال نوبات القلق والهلع اللي تتغمر الاشخاص. فاش تكون مركز على التنفس ديالك تتكون وضعتي واحد الحاجز بينك وبين القلق، لانك فاش تتنفس مزيان الطاقات ديال قلبك تتولي منتظمه، والدماغ ديالك في ديك اللحظه تفهم انه ما بقى حتى شي خطر وتتخلص من القلق. ومن بين اكثر الحلول فعاليه اللي يقدر يتوجه لها الشخص الرياضه، اللي عندها نفس المفعول ديال الادويه المضاده للاكتئاب ولكن بلا حتى شي اعراض جانبيه. الرياضه تتزود الشخص بالخصوص من بعد واحد المده منتظمه ديال الممارسه بالهرمون ديال الاندروفين اللي تخفف من القلق والخوف اللي عنده وتوفر له واحد الراحه نفسيه. ماشي بالضروري تجري ماراثون او تدوز ساعتين في لاصال كل نهار، تقدر تقوم ببعض الانشطه الخفيفه بحال مثلا اليوغا او التايشي او المشي ولو غير بضع دقائق كل نهار. سواء كانت الرياضه او التنفس او التحليل النفسي، هادو كلهم حلول اللي تكملوا بعضياتهم وتؤديو بالشخص لانه يركز ويفهم وينتبه للذات ديالو، ويعثر كذلك على التوازن الجسدي والنفسي ديالو، وتخليوه يستوعب نقاط الضعف والقوه اللي عنده. وعموما الانسان اللي تتكون عنده رغبه واراده قويه ديال التغيير وطموح كبير نحو الافضل اكيد غيجني الثمار ديال المجهودات اللي قام بها.